دلوقتي هوريكم جهاز التريد ميل البادي شيب. يلا بينا تعالوا نتفرج على الجهاز ده. هندخل اشتغل معانا، هنعمل سيلكت مود. عندنا بقى في فاكيوم، في الانفراريد، وفي الفاكيوم الانفراريد. طب تعالوا نجرب الفاكيوم الانفراريد ونشوف هو هيعمل معانا ايه. نجيب مثلا حاجه سوفت ووك. اوكي دن. اوكي هو بيقول لك دلوقتي انت هتشتغل ايه وهيحرق معاك وقت قد ايه. نبدا نعمل ستارت. واقدر ان انا كمان اعمله انكلاين، واقدر ازود الانفراريد، واقدر ان انا اشغل الفاكيوم.